دي فقرتنا الخدمية بحالة الطقس، ويمكن بشرى سارة انه الطقس النهاردة هيتحسن شوية بس مش كتير، يعني متتعشموش قوي. وحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية بيقول انه الطقس هيكون حر نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهيكون معتدل ورطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لكن كمان هيكون مائل للحرارة ورطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وخلونا نشوف التفاصيل المتعلقة بدرجات الحرارة. فعلا زي ما هي قالت النهارده يوم سعيد، وفعلا ان شاء الله يعني درجات الحراره هيبقى فيه تحسن، لكن كمان بنتكلم ان قربنا خلاص على نهايه اغسطس. اغسطس من الشهور هو ومايو الحقيقه من الشهور بتعدي بصعوبه جدا، النهارده 30، فبالتاكيد في اخبار سعيده. خلينا نشوف بقى درجات الحراره، ويا رب تكون الاخبار فيها سعيده ان شاء الله. كل محافظات مصر، بنبتدي من القاهره. القاهرة 34-24، ده طبعا عظيم جدا، وخصوصا بالليل 24 اعتقد درجات الحرارة تبقى لطيفة جدا. الاسكندرية 31-24، مطروح 30-23، دمياط 30-25، متوسطات جيدة جدا جدا. هو بس معلش بيبقى فيه ارتفاع الرطوبة هي اللي بتخلينا شوية نشعر بارتفاعات درجات الحرارة، لكن لغاية دلوقتي المصايف في حالة جيدة جدا، ولسه لغاية دلوقتي في ناس بتقضي المصيف، فدي اعتقد ان درجات الحرارة مناسبة إلى حد كبير. نروح الإسماعيلية ومدن القناة 35-23، السويس 35-24، انتقالا بقى لسينا والعريش 31-24، رفح 31-24، مستمرين وبدأنا نشهد بقى ارتفاعات في درجة الحرارة من طابة. طابة النهاردة بتسجل 39، أعتقد أن دي من درجات الحرارة اللي ممكن تكون أعلى درجات حرارة وصلت لها لغاية دلوقتي طابة معانا. شرم الشيخ 40-29، برضو ما زال الارتفاع في درجات الحرارة. الغردقة 39-28، ننتقل لمدن الصعيد. الصعيد بني سويف 36-23، أسيوط 37-29، أسيوط النهاردة أحسن بكتير من امبارح، في انخفاض في درجتين أو انخفاض درجتين في الحرارة. والأقصر 43-28، أسوان 43-29، وأعتقد هم دول اللي بيسجلوا النهاردة أعلى ارتفاعات في درجات الحرارة. مرة تانية كل أهلينا في الصعيد خلي بالكم نفسكم، ما تتعرضوش للشمس المباشرة لساعات طويلة، نشرب مية طول اليوم، نقعد في أماكن جيدة التهوية.